وي السلام عليكم. اليوم جيت نحضر معكم واحد الله يسهل مهل تنديرو ديما فيما تنتوحش المغرب تنديرو، ماشي تنديرو ديما ملي تنتوحش المغرب تنديرو. بون دابا توحشت المغرب، شحال هاد مشينا الحمد لله، كانت عندنا ظروف الحمد لله الحمد لله. المهم هنا عندي كما تشوفوا عندي دانون، ها هو يا ها الدانون اللي درت انايا نورمالمون بحالة فاني. عندي درت كاس الحليب كبير، وعندي هاد السكر فاني، يا اما تديرو هادي مي انا تنفضل ندير هذا لاغوم فاني، هذا حيت فيه الريحه زوينه اكثر كونسونطري. وتندير سنيده والحليب دابا دايره يبرد، صافي فيضته ودرتو يبرد. دابا بحال هاد الدانون هذا غنزيدو عليه هاد شويه الحليب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، تنزيد عليه واحد المهم السكر على حسب، والحليب اللي باغي يدير يطرو يطرو، اللي باغي يدير السيترون السيترون، المهم تيكون الكميه وحده وحده. تنزيد انا غير جوج معالق تاع السكر كبار تاع السنيده، وغنزيد عليه واحد شويه ديال الفاني ساعنا صافي، وتنخلطو كلشي. المهم غتشوفوا هذاك الاخر ما يهمكمش. ممكن دمج كلشي مع بعضياتو، دانون دانون والحليب والسكر صغير زيتو فوالا. والحليب راه تيبرد لينا شويه فيضتو، لا درتو كاسكاس ديرو كاسكاس ولا نسيترو نسيترو ولا يترو يترو، نتوما شحال عندكم دابا تناكل غير انا بوحدي في هادشي هدا، وليداتي ما تلقاوش ياكلو معايا. صافي حركنا كلشي، دابا غنمشي نشوف الحليب واش برد ليا باش يكون على داك ديري فيه صبعكم تشوفو واش دافي ولا لا، قدر صبعكم يتحمل يتحمل الحرارة تاع السخونية راه مزيان، كما الا كان باقي سخون خليه يبرد شويه. صافي نخلط مزيان، هو راه اصلا مخلط راسو باقي كاين واحد. صافي وتنديرو في شي حاجه باش نكبو في الكيسان، ساهل ماهل. عندكم 5 دقائق ولا غدا تاكلو ان شاء الله غايبي زوين. المهم دابا تنحلي نحيد حيت داك الجليد هاي خليتها لكم هنا باش تعرفوا، حيت عندي دابا التليفون شاد غير في يدي الحليب ولا على داير. غنزيد داك الحليب في هذا الحليب هذا صافي صافي نخلط مزيان، هو راه اصلا مخلط راسو باقي كاين واحد. صافي وتنديرو في شي حاجه باش نكبو في الكيسان، ساهل ماهل. عندكم 5 دقائق ولا غدا تاكلو ان شاء الله غايبي زوين. صافي دابا غنبقى نعمر في الكويسه تاعي. بسم الله صافي شحال ما دار لي انا تنشرب غير بوحدي تيب عندي تحت معايا كيما قلت لكم الاولاد ما يبغوش هذا الشيء، هذا تيجي زوين زوين بزاف. صافي دابا غنغطيه معاكم نوريكم الكيفيه، حيت المشكله ما عنديش، عندي غير يديا هادو غنحيدهم من هنا. دابا غنغطيه، ندير معاكم التغطيه تاع مول الحليب اللي تيديروه. فوالا هنا غادي نخصم يكون شويه يتجمعو. ونغطي بهذا المنديل فوالا. عندكم الطريقة باش تعلمت نزيد عليه هاد لا سيرفييت. دابا حتى عندي غير يد وحده، ما عنديش التليفون، هذيك اليد خليتها في الطوموبيل. المهم تنزيد عليه ان سيرفييت
جيسبر تكونوا تشوفوني مزيان باسكو صافي. هذا دابا هكا ونكملوها بهاد الميكا تاع درهم اللي تنجيبوها من المغرب تبارك الله. وكادي هذه تنجيبها ديما معايا ما تخطانيش. غنسد شويه التليفون باش حيت يد وحده ما نقدرش نخدم بها. هذا غنلفو بها مزيان ندورو وغنخليه حتى الغدا ان شاء الله ونوريه لكم ان شاء الله. هذا هو تاعنا الرايب اللي غيكون غدا ان شاء الله غنشوفوه. المهم انا لفيتها معكم مزيان مع دوك الكيسات واخا المهم غير حقي هذا ماشي شي حد معايا. وكما قلت لكم الناس بزاف تيديروها اللي تيدير الماء سخون حط فيها اللي تيدير سميتو. هذه طريقه سهله كل واحد يقدر يصاوبها سهله مهله. المهم غدا نوريكم كيفاش وجد واش طلع ليا ولا لا. السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم هاني كلشي لاباس. المهم من بعد ما درت داك الرايب وانا غدا خليته في الدار حاطاه ايوا سيدي. ملي رجعت مع السفر عشية لقيت ولادي دايرين لا سوربريز الحقيقة انا كنت دايره غير ليا بوحديتي باش ناكلو داكشي. ايوا خلاو دابا كلا مشات جات بنتي عندها صاحبتها صحاباتها ومع ولادي اخرين. هو قال لك كلاوه ليا ودار لي سوربريز بغيت نقول له نوريكم سوربريز. ها هي خلاو لي حقي وهو دار مثلا كي دار الرايب ديالنا سي غزال سميتو. واول مره تيديرو دابا ولاو يغيكلاميوني يقول لي ماما ديري لنا الرايب. المهم قالوا لي صافي حنا كلينا لك ثم ما تسحبوني جايره فيديو. الحقيقه كانوا هما ناعسين وانا درت الفيديو تاعي. قلت لهم معليش بهذاك النانون واحد بهذاك الرايب واحد غنوريهم انني الرايب تاعي التقليدي زوين وانه زوين ياخذوها عبره. حيت انا ملي خرجت في الصباح واحد ما تيشوف واحد في الصباح كلشي فيه كل واحد ولي لوغيغ ديالو عرفو الدراري تيكبرو هذا غادي لافاك هذا غادي للخدمه الحمد لله. ويا هذيك المهم دار الرايب تاعي نعرف ناكلو غتشوفونا ديك السوق تاعو شحال زوين جا هذا غير انا هذا محضر كلا كلية على والو هانتوما هاهو غزال رايب تاع المغرب فوالا. المهم بالصحة والراحة وغندير لكم مع واحد كراميل فلان كراميل ان شاء الله بغات بنتي راه باغيين ونشوف دابا قال لك ولاو سبحان الله العظيم هما ولاو يبغوا الرايبي الحمد لله عجبهم بزاف. يلا نقول لكم مع السلامة ديالكم ونوريكم الكادو تاع بنتي اللي دارت ليا عيد الميلاد تاعي. هادي واحد دايرها في الكوزينة هي كنت دايرها في الصالة تشوفوني انا ووليداتي هنايا في هاد الشاشة مغفنش بزاف بنت بنتي الكبيرة حنا كاملين دارت لي مفاجأة قلت لها خلي هادي ما بين عينيا تشوفها. يلا مع السلامة نهاركم سعيد. وهادو جبناهم من المغرب بوطاكاس معرفتني شي درت ديكوراسيون صافي لونطو ما عندي عاد خرجتهم حيت اصلا تفكروا المغرب كومام كيف تفصل المغرب راه خدمنا وتعرفنا. يعني مع السلامة ونهاركم سعيد وشكرا لكل الناس اللي مشاكلني ودعمني وتيبغيوني شكرا بزاف بزاف بزاف. سنة تنموت عليكم تنموت عليكم بيزو بيزو. ادوي يا بنت الحرام ادوي. انا العلو من لا يعرفوه انجي القمرتي كدير روتيني والدوار كامل تفرج فيك كلشي دير جيم وبارطاجي. واش كملتيها وجملتيها دير سبونسور يجي وماشي سبونسور يجي امي او كوما. انا نسمعك مزيان درك انا نسمعك فين الشرف غسمعني فين الرجوله غسمعني العلو فين الكرامه فين زيد
والله يا والديك اليوم هات هاك هاي جوج مليون وغنزيدك مازال هاك غنعاود نزيدك فين اللي جمالك والله سي سغن نضرك كي دير فيا دابا سولتي بأداب دابا غنقول لك ايوا سيدي هادشي راه فيه فلوس بزاف تقدر توصل حتى 4 مليون في الشهر او على 4 مليون اوي في الشهر في الشهر وكثر كاع فيه فلوس وين راه فيه حتى الشوه انا هو حتى تمشوا شويه قزلات وقالت الشي وقالت الفلوس وانا اصلا كاع ما كيشوفوني ويلي والله اش كيشوف روتينتي ايوا صافي منين روتينتك ماشي مشكل شوفي ما يشوفوش وجهك لا لا ويلي انا راه راجله وانا عارفه اش ندير تنغطي وجهي ما كنبغيش شي واحد يشوف وجه مرتي يا بدي كون هاني روتينتك ماشي مشكل واه كون هاني نكونوا فاهمين انسان يكون راجل في دارو كاينش لا لا كون هاني شي دار كان يجي خاصنا نكبر البروج ايش سي دابا وليتي تفهم في داكشي ديال البيزنيس اه والله ولكن كيفاش غندير باش ندير نتزوج ها نفوج اش قلتي نعوج والله لا لا راه قلتي شي والله الا كنت نعوج والله الا كنت الله ما خايف ما خايف ما خايف